تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة في 11 موقعا، شرعت وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني في تنفيذ أعمال توسعة تقاطع أم الحصم جهة شارع الكويت بهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية على هذا الشارع. امتثالا لتوجيهات سمو ولي العهد، بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ أعمال توسعة شارع أم الحصم من جهة شارع الكويت بهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية على هذا الشارع وتخفيف الازدحامات الحالية الحاصلة في التقاطع، حيث سيتم إضافة مسار ثالث على شارع الكويت لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية المتجهة شمالا نحو المنامة، بالإضافة إلى تخصيص المسار الأيمن للوصول إلى منطقة أم الحصم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شرعت الوزارة بتنفيذ أعمال توسعة تقاطع أم الحصم من جهة شارع الكويت بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع ضمن خطة الوزارة لوضع الحلول العاجلة لحل مشكلة الاختناقات المرورية على التقاطعات في الشوارع الرئيسية بالمملكة. ويعد تقاطع أم الحصم من أهم التقاطعات الحيوية كونه يربط بين المنامة ومدينة عيسى وسترة، وستساهم عملية تطويره في رفع الطاقة الاستيعابية لشارع الكويت القريب منه والتي تصل إلى 3800 مركبة في الساعة، حيث سيؤدي إلى تقليل متوسط زمن التأخير عند التقاطع، خصوصا وإن أعداد المركبات التي تستخدم شارع الكويت في الاتجاهين يصل إلى 30,000 مركبة يوميا، بينما يصل عددها في أوقات الذروة إلى 2200 مركبة في الساعة. تشمل أعمال تنفيذ المشروع على إضافة مسار ثالث على شارع الكويت شمالاً للمتجهين إلى المنامة، وكذلك توسعة مسار الانعطاف الأيمن على شارع الشيخ عطية الله بن عبد الرحمن أمام مركز الإبداع الشبابي، وهذه بيؤدي إلى توفير مسار انعطاف حر من شارع الكويت للمتجهين إلى منطقة أم الحصم. وأن تقاطع أم الحصم يعتبر من التقاطعات الحيوية في المملكة، فهو يربط مدينة المنامة ومدينة عيسى ومنطقة سترة. والجدير بالذكر أن عدد المركبات التي تستخدم شارع الكويت بالقرب من التقاطع تبلغ 30,000 مركبة في اليوم بالاتجاهين، وتنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع في ساعات الذروة من 2200 مركبة في الساعة إلى 3800 مركبة في الساعة. تطوير هذا التقاطع وغيره من الشوارع الرئيسية على شبكة الطرق في المملكة هو أحد أبرز الحلول السريعة للاختناقات المرورية على بعض التقاطعات، وهو ما يسعى إليه مشروع سمو ولي العهد لتوسعة شبكة الطرق في البحرين وفق المعايير العالمية لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية التي تنشدها المملكة. تطوير هذا التقاطع سيساهم بشكل كبير في التخفيف من الازدحامات المرورية الحالية، كونه أحد أهم التقاطعات الحيوية على شبكة الطرق في المملكة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.